يعني سلمى اليوم نحن بالصيف ودرجات حرارة كتير عالية، فأكتر كلمة بيقولوها الأولاد لما بناخدهم مشوار أو حتى لما بيكونوا بالبيت شو هي؟ بدي أكلات طيبة، بدي بوزة، عصير. مزبوط. أكيد، بس كلياتنا بنعرف سلمى شو أضرار ومخاطر هي الأكلات اللي بنقول عنها أكلات طيبة، خاصة اليوم بفصل الصيف اللي بتكتر فيه يمكن الالتهابات المعوية وممكن تتفاقم لحتى توصل لحد الجفاف. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور بهجة عكروش، اختصاصي بطب الطوارئ والإسعاف. صباح الخير دكتور. صباح الخير، يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما قلنا هيك بالمقدمة، دائما تكتر هي الأكلات اللي بسموها الأكلات الطيبة بالصيف، مو بس الصغار حتى الكبار يعني بيحبوا ينوعوا منها. مدى قديش ممكن يكون بتأثر، وخصوصا إذا واحد كان مشوب وفجأة أكل ممكن بوزة، خصوصا الأولاد صغار بنشوف بيكتر عندهم تصير التهابات الحلق. خلينا نحكي بالأول عن مدار هي الأكلات الطيبة وخصوصا بالحرارة العالية. هلا اولا يسعد صباحكم وان شاء الله دائما الصحه للجميع، لكن حقيقه مع هذا الشوب العالي، يعني مع هذا الشوب ارتفاع درجات الحراره العاليه، كثير في خطوره من تناول الاغذيه المكشوفه والاغذيه اللي بنسميها او اكلات الطيبه. للاسف احنا تعودنا ناكل الشغلات اللي بتضرنا اكثر ما بتفيدنا، يعني البوظه طبعا مو بشكل خاص هي، لكن البوظة واحد منهم، لأنه بتتعرض ما كنا عم نحكي تحت الهواء أنه دائما عم بتدوب بالحرارة، ما في كهرباء، أحيانا بترجع بتجمد. هذا التبدلات الحرارية هي بتساعد كتير على نمو الجراثيم بطريقة أو بأخرى، وبالتالي بتكون مهيئة للإنتانات المعوية. كل الأكلات المكشوفة، كل الأكلات بتتعرض لحرارة عالية، خاصة الأطعمة اللي بتتاخذ بتنشرها من المحلات، ما بدنا نسمي تسميات، لكن الساندويش اللي بيكون دائما للاسف من بمنطقه معرضه للحراره كثير، ما في تغطيه، ما في عناصر امان، وكلياتنا مضطرين احيانا نحن كاشخاص كبار انه بالشارع بشغلنا الى اخره يمكن نشتري ساندويش او نشتري شغله ناكلها. وبنفس الوقت الاطفال الاكثر اللي هن متعودين بشكل خاطئ حتى عن، يعني هذا طبعا بحمل المسؤوليه الاهل في انهم يعلموهم انه يلا اشتري بوظه، اشتري بونبون، اشتري شغله الى اخره. هذا النوع من الاكل وهي النوع من الاطعمه اللي عم تتم تناولها من قبل الاطفال، لا شك اولا واخيرا ضمن هي الحراره العاليه تؤدي الى انتانات، تؤدي الى التهابات معويه، التهابات بالعوم، التهابات بكل انحاء الجسم بشكل خاص وخاصه الجهاز الهضمي. فيعني للاسف بدي اقول انه ما حدا بيخفى عليه، وكلامي ما هو جديد على الناس، لكن هو كلياتنا بنعرفه، لكن المشكلة الأكبر هي أنه نحن بنعرف ومنضل متابعين مع أطفالنا بهذا الموضوع. تماماً دكتور، أنت الأم بتعرف أنه طفلة معه التهاب أمعاء، شو هي الأعراض ممكن تصيب الطفل، وأنت بنقول نحن فتنا بمرحلة الخطورة؟ هلأ الفترة الأولى، يعني الإحساس الأولي بدي يكون من خلال الإسهالات اللي بتصير عند الطفل، بنلاقي صار في إسهالات، بنلاقي في بلش ترتفع حرارته. إذا ارتفاع الحرارة مع الإسهالات هي العرض الأول أو العرضين الأوليين اللي بيدلوا على وجود التهابات أمعاء مباشرة. يعني مجرد أنه شفنا طفلنا بلش يفتر أو حرارته بلش تطلع، لقينا صار في عنده إسهالات، صار في عنده شيء من الغثيان أو الإقياء، هذا فورا نحن لازم نكون نتوقع مباشرة أن ندخل بحالة التهاب. مش شرط يترافق الإسهال مع الإقياء دكتور، ممكن يكون أحد العوارض. لا أبداً أبداً، بس العرض الأساسي هو الإسهالات. تمام. الأكثر هو الإسهالات ومع ترفع الحرارة. طيب عادة دكتور أول ما حدا ينصاب يعني بالإسهالات بخافوا من التجفاف، ففورا بيعطوه اللي هو الدواء اللي بيوقف الإسهال. في كتير أطباء عندهم رؤية تانية أنه لا، يعني يعتمدوا المطهر ما تعتمدوا الدواء اللي بيوقف، لحتى لأنه هو بالنهاية تنظيف للمعدة. مدى صحة هذا الشيء وكيف ممكن نتجنب التجفاف اللي بيرافق دائما الإسهالات؟ هلا أولا أثرتي جملة كتير مهمة وفكرة كتير كتير مهمة، وهي أرجو أنه أهلنا أو ناسنا تتعرف عليها وتعرفها تماما، اللي هي فكرة أنه إذا في التهاب أمعاء أو في إسهال، أكبر خطأ من الأخطاء الكبيرة جدا اللي هي أخذ الأدوية المضادة للإسهال أو إيقاف الإسهال. يعني باختصار بسيط مشان الناس تعرف شو يعني هذا الموضوع، دائما الإسهال هو عبارة عن ردة فعل من الأمعاء لطرد الحالة الجراثيم اللي موجودة ضمن الأمعاء، فترضى لحتى تتخلص منها.
وهي منتجة عن طريق الإسهالات. فبنجي نحن بنعطي مضاد إسهال، يعني وبالتالي لإيقاف الإسهال. إيقاف الإسهال شو يعني؟ إنه أنا أوكي ما يمكن خففت حركة طرد المفرزات والجراثيم، لكن أنا خمرت جوات الأمعاء والمعدة وبالتالي تتفاقم أكثر. فمن الخطأ الشائع هو إعطاء مضادات الإسهال في حال التهابات الأمعاء. لذلك الهدف الأول هو معالجة الإنتان اللي صاير وليس إيقاف الإسهال. مجرد توقف الإنتان والالتهابات أوتوماتيكيا تلاقي الإسهال لحاله راح يوقف، أو حتى الغثيان. في كثير من الناس معه غثيان شوي بنعطيه مضاد إقياء، معه إسهال بنعطيه مضاد إسهال. هذا الحكي يعني هو عبارة عن تصرف خاطئ ويعني علاج خاطئ. طب شو الحل لحتى كمان نخلص من الإزعاج؟ لأنه في ناس بيزعجها هذا الوضع ما بتقدر تتحمله. هلا نحن مثل ما حكيت الأساس هو إعطاء الأدوية المضادة للإنتان، الإنتان المعوي والمضاد والخافض للحرارة. هلا إضافة لهذا الموضوع اللي عودا على سؤالك إنه في هل ترى بيحصل تجفاف والخوف من التجفاف؟ التجفاف لا يحصل من إسهال مرة أو تنتين أو ثلاثة، هو عبارة عن إسهال متكرر على مدى يوم أو يومين، وخاصة عند الأطفال هذا بيروح باتجاه التجفاف. هون نحن ما بنقدر نوصل لهذا الموضوع إلا من خلال فينا تعويض السوائل للطفل، يعني هذا ضروري جدا وقت يكون في عندنا إسهالات، تعويض السوائل بأي شكل من الأشكال، العصائر الطبيعية ولو المي العادية قدر الإمكان. اثنين، معالجة الالتهابات المعوية، مجرد خف الالتهاب المعوي بخف الإسهال أوتوماتيكيا. أما ما بدي الناس تخاف فورا أنه أنا مجرد صار معه إسهال مرة واحدة أو تنتين هو راح باتجاه التجفاف. التجفاف يأتي إما بتكرار الحالة على يوم ويومين وأكثر أحيانا، والشيء الثاني هو عدم انتباه الأهل. للأسف أنه في البعض من الأهالي أو الأمهات نتيجة انشغالات كتير كبيرة ما بينتبهوا لهذا الموضوع، بتلاقي الطفل بلش يهزل شوي شوي ويبلش يضعف نتيجة الإسهالات، لأنه عم يخسر سوائل كتير. إضافة لخسارة السوائل عم يخسر شوارد الجسم، وشوارد الجسم بس نزلت يبدأ عملية الوهن في الجسم وبالتالي حالة التجفاف اللي نحن. كيف بدنا نعرف أنه يعني الأم كيف ممكن تعرف أنه هذا عنده تجفاف ابنه أو بلش يدخل؟ المعيار الأساسي بهذا الموضوع هو التبويل، تبول عند الطفل. يعني بالعادة مثلا بيطلع باليوم مرة مرتين أو ثلاثة، طول النهار ما طلع. يعني هاي مؤشر بسيط جدا لكن مهم جدا. لون البول كمان ممكن يكون عارض دكتور؟ لون البول كمان طبعا هذا غير. كل ما تأخر البول ما عاد في إفراز بول، كل ما غمق لون البول. تمام. فإذا بس المؤشر الأول، هلا الطفل الأم يمكن ما راح تشوف اللون البول بس بتحس أو تنتبه، خاصة إذا كان عند ابنها إسهال لازم تنتبه إنه يعني ترى عم بيطلع يبول ولا لا، لأنه البول هو دليل على إنه لسه الكل في عنا سوائل بالجسم. كل ما خف البول عند الطفل ما عاد طلع معناتها صار في عنا نقص سوائل، إذا نحن مؤشر إنه ممكن يكون رايحين باتجاه تجفاف. بهي الحالة بنشوف لون البول، لون البول الغامق الكتير طبعا هو معناها إنه صار في كثافة عالية بالبول، في نقص سوائل، إذا كمان هي مؤشر آخر. لكن نحن اللي أتمناه إنه نحن ما نوصل لهي المرحلة، لأنه مجرد وصلنا لها تقريبا دخلنا بالتجفاف وهذا الشيء غير مقبول. لذلك لما يصير في عنا إسهالات عنا نوعية الأطعمة اللي لازم نعطيها إياها ضرورية جدا للطفل، تعويضه السوائل ضرورية جدا، وعرضه على الطبيب لأخذ الأدوية المضادة للإنتان المعوي، وما نأخذ الأدوية العرضية اللي بتقولها أم أحمد وأم هي أهم شيء. إيه يعني هي أهم شيء طبعا الجيران الأطباء، إنه هدول نحن كتير بنعاني منها. نحن في عنا مرضى بيجوا لعنا نعطيه دواء، لا ما باخذها ليش؟ لأن جارتي قالت لي لا تاخذيها. يعني عندهم الجار يمكن أهم من الطبيب باتخاذ القرار الطبي. للأسف بنمشي على مبدأ المثل الشعبي، اسأل مجرب ما تسأل حكيم. إيه بس المجرب يعني يكون مجرب، يعني كيف إذا كان المجرب حكيم منيح؟ يعني في أطباء موجودين والحمد لله كتير، لكن فعلا للأسف وهي حقيقة بقولها لكل أخوتنا المشاهدين، أرجوكم رجاء يعني الطبيب ما بيوصف دواء إلا لأنه هو واثق أنه هذا الدواء هو الصحيح. فأنه لا جارتي قالت لي وفلان قال لي أنه بيأذيني وبيزعجني ولا بيأذي هذا الدواء، يعني هذا الكلام
ثقافة للأسف خاطئة جدا. دكتور، حكينا عن التهاب الأمعاء، وللأسف إذا بدنا نقول بعض الحالات دخلنا بالتجفاف، خلينا نحكي عن الأعراض وطرق العلاج. هل يحتاج كمان الطفل لنقل إلى المستشفى بحالة التجفاف؟ طبعا التجفاف أكيد إذا وصلنا لحالة التجفاف، قولا واحدا العلاج بالمشفى. تمام. إحنا عم نقول الإجراءات اللي لازم نساويها بالبيت مشان ما نوصل لحالة التجفاف، لكن مجرد الشك بحالة التجفاف فورا لازم يكون العلاج الأساسي بالمشفى من خلال تعويض السوائل، وتعويض السوائل له موازين حسابات. يعني مو كل السوائل، يعني مو كله مي، وإن نحن بنعرف إمتى نعطي السوائل الملحية والشوارد وإلى آخره حتى نعوض. وهذا الحكي له قواعد أساسية بيتبعوها أطباء الأطفال أو الأطباء الإسعاف اللي موجودين بالمشافي. إذا منقول ما نوصل لحالة التجفاف رقم واحد، هذا من خلال العلاجات العرضية اللي عم نسويها بالبيت، الأطعمة والابتعاد عن الأدوية اللي بتأذي أكثر ما هي بتفيد، المراجعة الطبيب، لكن وما نوصل لهي المرحلة. فالأعراض هي وهن عام بنلاقي عند الطفل صار ضعيف، غؤور العينين بنلاقي العينين صاروا غايرين، حس إنه نقرين عيونه، بنلاقي بنلاقي في شيء من يعني الشحوب بالجسم، بنلاقي في عنده تعرق، بنلاقي في ارتفاع حرارة، إسهالات شديدة. هي هي تقريبا أعراض نقص التبول وزيادة كثافة أو لون البول. هي كلها أعراض تدل على أنه الطفل بدأ في مرحلة تعتبر غير جيدة، اللي هي مرحلة بداية التجفاف. مجرد الشعور بهذا الموضوع بدون انتظار، بدون انتظار يعني فورا لازم يروح باتجاه المشفى. وخاصة في عرض آخر هو عرض مرئي بتشوفه الأم، تعرف أنه ابنه نشيط حرك، تلاقي صار بليد قاعد ما له حيل، خمول كامل، هذا كمان عرض من الأعراض اللي ممكن توجهنا بدون ما نعرف شو التفاصيل، توجهنا أنه هذا الطفل ما هو طبيعي، وخاصة إذا كان عنده إسهال معناتها هو رايح كمان باتجاه التجفاف. طبعا الإسهالات ما حكينا وفقدان السوائل تعتمد بشكل رئيسي على نقص الشوارد، يعني في عندنا يصير نقص الشوارد، هي اللي بتغير كل فيزيولوجية الجسم وبتجعله غير قادر على النشاط أو القيام بنشاطه الطبيعي مباشرة. فإذا مجرد شفنا هاي الأعراض اللي أتمنى أنه نحن ما نوصل لها، يعني احنا المفروض ما نوصل له، لكن الاهمال هو اللي بيوصلنا لهون. يعني الاسهال او التهاب الامعاء مباشره ما بتعمل لها تجفاف دغري، لكن الاهمال في التعامل مع الحاله وعدم وصول المعلومه بشكل صح للاهل انه هذا الطفل هلا اسهال، ما عاد بول، في شحوب، في وضع، تركناه وقتها اكيد يصل الى حاله التجفاف. اما ما بيدخل مباشره بشكل حاد بالتجفاف، هي حالة أغلب الحالات يمكن دكتور 4 أيام حد أقصى عم بيوقف الإسهال والإقياء. في حال تعاملت الأم بطريقة صحيحة وعطته الأدوية اللازم يمكن 3 لـ4 أيام حدا، وأحيانا أقل كمان. فلذلك هذا الحكي هو علاج وقائي أكثر ما هو علاج دوائي. تمام. من خلال تناول أطعمة معينة، يعني وقت لا في إسهال نحن لازم نعطي الأدوية شوي اللي بتمسك البراز ما بتخلي يصير في إسهالات، تعويض السوائل قدر الامكان. وبرجع باكد مشان اني معلش مشان اللي ما سمع اول كلمه بنرجع بنقولها هلا، انه ارجوكم لا تعطوا مضادات اسهال، لا تعطوها الا ممكن المطهر المعوي ممكن، لكن مضادات الاسهال هذا شيء مرفوض تماما، وخاصه في حالات التهابات المعويه. مضادات الاسهال تؤخذ لما يكون في اسهال عرضي، اسهال لمجرد الاسهال وليس التهاب معوي نتيجة حركات حيوية أو حوية بالأمعاء نتيجة برد إلى آخره، صار في إسهال ممكن نحن نأخذ مضاد الإسهال، لكن بالحالات التهاب الأمعاء أبدا لا تقربوا عليه. طيب دكتور، كمان يعني خلال هذا الوقت ونحن حكينا عن ارتباط بعض الأمراض خليني أقول أو الالتهابات بتغير الطقس، هل عم نشوف درجات حرارة مرتفعة، الأولاد عم يلعبوا بالشارع، بياكلوا مثلا اكلات، بيعملوا، بيصير عندهم حمضه بالمعده،
بتختفي احيانا الام بعدم تغيير نوعيه الاكل، لا انه بتعطيهم حبوب الحموضه، بس هي بتضلها موجوده. يعني خليني اقول تداول هذا الشيء مع الوقت من دون ملاحظه نوعيه الاكل قد ايه ممكن ياثر انه يصير الولد معه حرقه وغيره من الامور اللي هي يمكن مع الوقت ما بتتعالج صح. طبيعي المية مية. يعني التعامل مع الأطعمة هي عبارة عن عادة، هي العادة إن كانت جيدة فبتروح باتجاه شيء جيد، إن كانت سيئة بتروح باتجاه الأسوأ. يعني نحن كأهل للأسف إنه مشاغل الحياة عم تلهينا كتير عن أمور، أنا المهم بس بدي سكت ابني، وسكت ابني بالأكل بالشغلات اللي هي الأكلات الطيبة اللي منعوده عليها. هاي الأكلات الطيبة نحن كأهل بنعرف تماماً، ندرك تماماً إنه في إساءة لجسم الطفل، في إساءة لطفلنا، في إضرار بطفلنا. المفروض نحن أولاً وأخيراً الطفل ما هو مدرك، هو بتعلميه إنه هاي الأكلة طيبة بتصير هي أكلة طيبة عنده. هو على فكرة يعني عبارة بالفطرة رجل أو 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 إنسان يولد بالفطرة، بتقولي له هاي طيبة، هلا انت خديها قاعده بسيطه جدا بالبيت، انت اكله ما بتحبيها بيصير ابنك ما بيقعد يحبها لانه انت بتقولي انا ما بحبها. تمام. هي بحبها بتلاقي صار يحبها اوتوماتيكيا، هو ما بيعرف انه هي طيبه ولا مو طيبه اساسا. فلذلك هي عباره عن عادات موروثه، الاهل هن اللي بيورثوها للطفل، وبالتالي انا اللي بعزز انه هي الاكله بتضره ولا ما بتضره بدون ما اقول له انا يلا اكل هي الاكله طيبه، بتسكته لانه هي صار علمته انه هي اكله طيبه، هي عم تحاول تناغي بشيء معين من هاي الأكلات. لكن اللي المفروض يعني من شان ما أطلع كتير عن سؤالك، لا شك التكرار السيء يسيء. يعني أنا شيء سيء عم أخده، بلشت هي تعمل لي حموضة، تعمل لي قرحات، بتصير زيادة إفراز الحموضة، إفراز الحموضة بتعمل قرحات، بتعمل التهابات بغشاء المعدة، بتعمل التهاب معدة ومزمن على المرحلة الطويلة. فبالتالي هي اساسا توصلنا لشيء سيء استمرار استخدامها. تجي نحن بدي اعالج الحاله العرض، وهي نحن من اكبر الاخطاء اللي بتصير هي معالجه العرض وليس معالجه الحاله تماما نفسها. يعني انا بدي اعالج يعني التهاب امعاء، انا لما بعطيه دواء مضاد التهاب الامعاء يعني وخافض حراره بخف الالتهاب لحاله، بخف الاسهال لحاله، بيخف الإقياء لحاله، بتخف الحرارة. بينما أنا إذا بدي أعطي معه حرارة بعطيه خافض حرارة، ومعه إسهال بعطيه مضاد إسهال، ومعه سعلة بعطيه مضاد سعلة، ومعه حمضة بعطيه مضاد حمضة. فعلا دكتور لما عم يجي التهاب الأمعاء بنشوف الأطباء بعضهم عم يوصفوا 4-5 أنواع من الأدوية، يعني شيء لمضاد الإسهال وشيء لمضاد الإقياء وشيء لارتفاع درجات الحرارة. هذا الشيء للأسف عم نشوفه اليوم. إذا بدنا نقول عن العلاج المنزلي أو العلاج الطبيعي، إن كان بالحمية يلي ممكن تعملها الأم وتبدأ فيها مع الطفل، وإنما كمان مثل ما حكينا دكتور إنه نسمح لكل مثل ما بنقول الفضلات تخرج من جسم الطفل بدون ما نباشر بعملية الإسهال، ده هذا الشيء مهم نركز عليه اليوم. يعني مش شطارة كثرة الأدوية مثل ما منقول. لا شك. ليك أنا بدي أقول كلمة يمكن بعض الأطباء يزعلوا مني فيها. الأطباء هي شريحة من شرائح المجتمع، وبالتالي هناك أخطاء ما فينا نتخبى وراء أصبعنا. في بعض قليلي الخبرة من الأطباء لسه بيكونوا مستجدين، يعني بيتعاملوا مع الحالة بشكل عام، ما بيتعاملوا بجوهرة. بتصير في اخطاء، ما بقول لك لا، ما راح دافع واقول انه لا هذا الحكي ما بيصير. لا بيصير احيانا، انا بتجيني احيانا قصاد بشوف انه يعني علاجات عرضيه، وهذا من الاخطاء الشائعه العلاجيه، ولن ادافع عنها وما حدا بيدافع عنها. لكن هي يعني اذا كانت في عند البعض، والبعض القليل جدا يعني اللي بيساويها، اذا بيعمل هيك خطا هذا لا يعني انه هي صح وهي منعممة. العلاج يجب أن يكون العلاج الأساسي للحالة وليس العلاج العرضي. نعم. يعني أنا بدي عالج الإسهال، يعني أنا دائما بحكيها ولو أنه هي خارج إطار الالتهابات الأمعاء. يعني بيجي حدا أنه رجله عم تجعه أو في ألم معين بسبب رجله، نكتشف أنه في بحصة صغيرة يمكن ضمن البوط لهذا الشخص. قد ما اعطيتيه مسكنات وقد ما اعطيتيه ادويه بتتسكن له شوي بس بيرجع بتجعه.
تمام. ليش؟ لانه البحصه الصدى موجوده، فالعلاج الاساسي هو انا امها البحصه، امتى البحصه ما عاد بده شيء، بعطيه اول شيء مسكن بتسكن وبالتالي ينتهي. نفس الحاله تسقطيها على اي حاله مرضيه اخرى. نعم. فانت لما تعالجي الحاله الاساسيه رح ينعكس، الحاله الاعراض الثانيه كلياتها بتروح. اما اذا بدي اعالج العرض، اوكي بتخف الحراره، بوقف شوي بيرجع بعد، بيرجع من جديد بتطلع، لانه الاساس موجود لساته. نعم. فهذا اذا كان في اخطاء علاجيه حتى لو كانت طبيه، هذا لا يعني انه هي الصح. ولو هن قله قليله جدا برجع بقول. الشيء الثاني اللي هو نحن من خلال البرنامج عم نقول فيه للكل انه رجاء انتبهوا ان تكون العلاج علاج للحاله وليست علاج اعراض. نعم. سواء للاطباء وسواء للاهالي. فارجو للجميع احنا ننتبه بشكل كثير كبير انه ان يكون علاجنا وعلاجنا عرضي. وعلى فكره بالبدايات دائما العلاج بسيط جدا، وهو العلاج الوقائي. يعني بالنسبه للاطفال، يعني انا اذا بعرف كيف كأم او كأهل اني انا كيف وجههم باتجاه الاطعمه الصح، وعلمهم شو هي الاطعمه الصح، وقال لهم هي هي الاكل الطيبه، مو شرط الاكل الطيبه هي البنبون ولا هي المصاصه ولا هي البسكوت المكشوفه. لما بقول الاكل الطيبه هي 1 2 3 بتعودوا انه هي اكل طيبه. فكتير مهم. الشيء الثاني لما يصاب معنا يصير في التهاب امعاء، دائما الحميه ضروريه جدا في حاله الالتهاب. يعني اطعمه ما لازم طعميه شو ما كان، يعني انا اكلات بسيطه جدا هلا بقولها معلش لانه هي عاديه جدا، يعني لما نشوف في عندنا التهاب امعاء، في عندنا اسهالات، يعني بطاطا مسلوقه، ممكن كعك بدون سمسم، ممكن شاي ثقيل سكره خفيف شوي، هي لحالها بتساعد على انه تتماسك المعده شوي، يخف الالتهاب. مع دواء الالتهاب بكل بساطه ممكن نتخلص منها. وما ننسى نرجع نتذكر كاهالي انه لما نشوف طفلنا عم يصير في معه تغيرات بالنشاط، بالحركه، بالعينين، بالشحوب، بالهداوه، انه كان ما عم يبول، نحن ننتبه انه هذا الطفل هو يعاني من شيء لازم ننتبه له، وخاصه اذا كان في اسهالات معناتها نحن رايحين باتجاه التهاب معوي شديد وممكن نروح باتجاه تجفاف. اكيد. نعم. يعني بالختام دكتور بهجة دائما تعطينا هي المعلومات الاساسيه اللي بتخص يمكن اي حدا ممكن يتصرف بقلب البيت مع اطفاله او حتى مع اي حاله طارئه. بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا لكل المعلومات اللي قدمتها. كل الشكر لك دكتور مره ثانيه. شكرا لكم.